يا دي الموبايلات اللي خوت الدماغي. هي طقم الموبايلات دي كلها يا معلم شكيب. هنعمل ايه بس عم نديم؟ هي دي خيوط العنكبوت اللي بتوصلني بصبياني في كل حتة. طب والله ما انا راضي. شوف يا معلم شكيب، علشان ما اعطلكش وضيع وقتك. اتفضل. شو احنا هتوصل اخر الشهر؟ المكان والوقت اللي هنحدده تستنانا فيه بعربية الفلوس. معقولة برضو؟ معقولة يا عم نديم هتستلم 100 مليون جنيه كاش في الشارع؟ ده كان شرطنا الوحيد يا معلم شكيب، الفلوس كاش. تاخد حقك وتدينا حقنا. ده انتوا قلم عجيبة قوي. اجيب لكم منين في ظرف 15 يوم 100 مليون كاش؟ خلاص بلاش، خليهم دولار عشان يبقى حجمهم اقل. وكمان بالدولار؟ اجيب لك منين يا عم نديم العملة الصعبة دي كلها؟ انت فاكرني ايه؟ البنك المركزي؟ لا 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 لا، البنك المركزي ولا حاجة يا معلم شكيب. شوف لو مش عايز في غيرك يشيل. غيري ده مين بس؟ ان شاء الله. اذا كنت انا الوحيد اللي بورد لمصر المحروسة بمحافظاتها كلها. ما تاخذنيش يا معلم، في محافظة انت نسيتها. محافظة ايه دي بقى؟ ان شاء الله ده حتى حلوان و6 اكتوبر وكمان الاقصر ضمتهم للليستة. ليبيا. ليبيا؟ اه ليبيا. ليبيا يا معلم شكيب، ابو عابد جاهز وحيموت على البضاعة وحيدفع أكتر. معقولة برضه يا سنادين؟ هتجيب البضاعة مصر وبعدين توديها ليبيا؟ أنا إيه اللي هيخلينا أدخلها وأخرجها؟ شوف يا معلم شكيب، إحنا لو ما اتفقناش الشحنة دي هتطلع على ليبيا على طول. إخص، أمال تبقى فين الوطنية؟ شجع بلدك وهاتها على مصر. خلاص خلاص يا معلم شكيب، كاشك يبقى جاهز آخر الشهر. عيب عليك يا عم نادين، يعني إحنا هنطلع أقل من أبو عابد؟ ده انا بقول لك احنا اصلا اللي معلمينه الشغلانه. تحيا مصر. هو ده الكلام يا حبيبي. خير يا دكتور؟ للاسف يا مدام سماح، السونار والتحاليل اللي احنا عملناها بتؤكد ان صعب انك تحملي. صعب ليه؟ شوف يا ستي، انت عندك انسداد في الانابيب وعندك تكيسات على المواعيد. يا لهوي، يعني مش هخلف؟ في الوقت الحالي صعب، انما بالعلاج كل شيء ممكن. والعلاج ده هياخد وقت قد ايه يا دكتور؟ شوف يا ستي، ده حسب استجابة الجسم، في بعض الناس استجابتهم سريعة ممكن خلال سنة. سنة؟ ولو استجابة بطيئة ممكن تاخد 5 سنين. خمسة؟ يا ستي خلي أملك في ربنا كبير. يا رب. أنا عايزاك تاخد بالك من حنان، شكلها كده شاكة في حاجة. ليه يا شيخ؟ معرفش، وهي نازلة من عندي كده شكلها ما كانش طبيعي. طيب كويس بقى انك قلتي لي علشان اعمل حسابي. طب قولي عملت ايه مع الراجل بتاع البضاعه؟ كله تمام، وعملت حسابي بقى على ترتيب جديد لو مختار فشل في اقناع اخواته. صباح الفل. ايه هو؟ شوف يا ستي، احنا هنهرب البضاعه عن طريق البحر وندخلها بمعرفتنا. صح كده، اهو ده الكلام. لسه نعومه تقيل ورا. هو لسه في اتقل بكتير. طب يا اخويا ما تقول. في الحاله دي بقى يا حبيبتي احنا مش هنبقى محتاجين مختار واخواته في اي حاجه، ما لهمش لازمه اساسا في العمليه. يعني ايه؟ هننطرهم؟ احلى نطره، ونقرا الفاتحه بقى للحاج عبد الستار اللي دفع لنا الفلوس، والمكسب بيني وبينك 50-50. هنقسم 100 مليون بيني وبينك؟ بعد ما نغسل نسبتي 15%. ايه رأيك يا عمة؟ بس تفتكر هما هيسيبونا؟ طب مش تصبحي عليا الأول؟ صباح الفل. صباح الفل. لا يا حبيبتي ما يسيبوناش، يروحوا يشتكوا. على رأيك يروحوا يشتكوا. إنما إيه المفاجأة الحلوة دي؟ كنت معدية من جنبك قلت أطلع أطمن عليك وأشوفك عاملة إيه. والله فيك الخير. المهم اخبارك ايه؟ كويسه الحمد لله. ده الاستاذ نديم جوزك. الو. اهلا يا استاذ نديم. لا نمت ده ايه؟ ده انا عندي زياره. مش هتصدق مين عندي. مراتك حنان. اه طب ما تعدي علينا، ده انا حتى بقالي فتره ما شفتكش. هاتيها هاتيها هاتيها. الو. اي حبيبي انت فين؟ طب ما تعدي علينا ونروح سوا. طب يا نديم اوكي باي يا حبيبي.
اسكتي، مش الحكايه اتنيلت على الاخر يا اختي يا حنان؟ حكايه ايه؟ حكايه المرحوم. مش الورثه وقعوا في بعض وما بقيناش عارفين ولا نستلم البضاعه ولا نسلمها، بس الاستاذ نديم جوز حضرتك واقف معايا وقفه راجل، اخ لاخته. اه ما هو ليه مصلحه هو كمان، مش بس عشان كده، بس هو انسان كويس، ربنا يخليكوا لبعض. امين يا حبيبتي. امين يا رب.